طب يعني انتم بتتعاملوا في مع هذا المسلسل انه خلطه بين الواقع، بين الحقيقه والخيال، بين الوقائع التاريخيه والخيال. اه طبعا. هنا هيبقى بس المشكله انه البعض يمكن ان يتعامل مع هذا الخيال على انه هي الوقائع التاريخيه. النهارده عندك استاذ وائل، عندك الانترنت، هتعرف الحقيقه ايه والخيال ايه، تك 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 هيطلع لك. ما انتش مضطر انك تقرا الكتاب ده، انت واخد بالك؟ انت لو قلت البرلمان اتعمل سنه كام وحصل ايه، هيطلع لك على طول على الانترنت اللي انت عايز تعرفه، ما بقتش حدوته. لكن زمان كنت لازم تقرا مجلدات عشان تعرف المعلومه دي صحيحه ولا لا. انما انا يعني انا مش يعني الجدل ده خلى الناس كلها تتفرج، الجدل ده خلى الناس كلها تحب ده حتى في ناس مش حباه وبتتفرج، وفي ناس حباه جدا وبتطلع عليه نكت وبتهزر وبتضحك وحباه، حبة الشخصيات يعني. كل حد ليه تعليق معين على كل شخصية. زعلوا لما شفق ماتت، زعلوا لما افتكر ان شمس ماتت. طب ما هو دي خيالات. انت ازاي بتخلي المتفرج يبقى عايز يقعد، تقعده ازاي يتفرج؟ طيب هنا مش جايز تكون عندكم بعض الانتقادات اللي وجهها البعض انه المسلسل محكوم بعقدة حريم السلطان، المسلسل التركي الذي نجح فقلتوا نعمل قصر وستات وخديوي؟ اصلها مش وصمه عار، ده انا فخوره جدا ان انا عملت هذا العمل، وعلى فكره ده اضخم انتاج حصل في تاريخ الدراما العربيه والمصريه. طب لما كنا بنتفرج على حريم السلطان، طب ما بنعملش كده ليه؟ طب ما احنا عملنا هو حاجه ضخمه، طب مش الفلوس دي كانت تروح معرفش فين؟ يعني طول الوقت هتلاقي جدل، مش يعني طول الوقت هتلاقي ناس طول الوقت قاعده تقول لك طب ما عملتش كده ليه؟ طب ما عملتش كده ليه؟ عشان يعني هم يتابعون حريم السلطان بشغف، مع انه ايضا انا بتابع جدل المؤرخين والسياسيين في تركيا، حتى اردوغان نفسه انتقد وقال انه مش ده سليم القانوني، السلطان سليم حريم القانوني السلطان الذي غزا. عندهم اكتر من 20 قضيه ضدهم ومستمر وبيتشاف، وهنا ما حدش بيحاول انه يحطم المسلسل او يشوهه كما يحدث معكم. يعني احنا يعني حاولوا ان هم يقولوا ان هو، طب احنا محدش قال ان هو شيء وثائقي يا جماعه، احنا بنقول دي دراما مستوحاه. امال اتكتبت الجمله دي ليه؟ الجمله دي اتكتبت ليه؟ اتكتبت عشان كده ان في ناس زعلانه ان هو مش وثائقي، يجيبوا كتاب تاريخ، يقروا كتاب التاريخ، يعرفوا تاريخهم ايه. يعني انا ما قريتش في كتاب التاريخ، يعني هقول لك لما تيجي تسالني تقولي تعرفي ايه، انا عرفت انجازاته من المسلسل. لا يعني انت معقول هتعملي خشيار او هشيار اذا كان لا قريت عنهم، قريت عنهم عرفت يعني، لان سألت شخصيه غامضه جدا وفيها تناقضات طبعا، لكن هي ما كانتش بهذه القسوه، كانت احن. لكن انا اغراني الدور ان انا اعمل شخصيه مختلفه، هعملها مره في عمري، هبقى مختلفه فيها في كل شيء، في الاداء وفي اللبس وفي الكلام وفي كل حاجه، فدي فرصه بالنسبه لي ان انا اقدم شيء مختلف. لما كان بعض النقاد يقولي انت مثلا قصدك دايما تطلعي طيبه ومش عارف، طب ما طلعتش طيبه، زعلانين ليه؟ طب يعني ويقول لك انه لازم تطلع ضحيه وغلبانه يعني، ولازم تطلعي غلبانه، طب يا جماعه اهو عملت كده مش عاجبكم ليه؟ لكن انا بوري لك انه ايه، ان خالف تعرف، احنا في الزمن بتاع خالف تعرف، ما احناش في الزمن اللي انت تقول الله ازاي الام بي سي في الظروف اللي احنا بنمر بيها في مصر قدمت كل الامكانات اللي ممكن تقدمها ماديا عشان تقدم اهم حاجه، وعاملها بشكل حلو، مش عاملها بشكل وحش، عاملها بشكل حلو قوي. فانت ليه مش عاجبك حاجه؟ انت فاهم قصدي؟ يعني ليه طول الوقت ليه مش عاجبكم؟ ليه دايما مستنيين الغلط عشان تعملوا؟ ما هو اصل انا النهارده لو جيت عملت لك كل حاجه حلوه قوي، كل حاجه جميله قوي، وما فيهاش ما فيهاش تشالنج، هتبقى عاديه مش هتتفرج. هو طب يعني ما فيش شك، انت واضح انه الهجوم استند الى
حاجتين يعني، استند الى تزييف التاريخ وتشويه الخديوي اسماعيل، واستند ايضا. لا، انا ضد تزييف التاريخ وضد تشويه الخديوي اسماعيل. ده لم يحدث تشويه للخديوي اسماعيل ولم يزيف التاريخ. احنا عملنا حاجة مختلفة، ان احنا جبنا باكراوند تاريخي في فترة معينة من نهضة مصر وعز مصر، واتكلمنا فيه عن الانسانيات. هسألك سؤال، ربنا خالق في كل واحد فينا الغيرة والحقد والحب والسماح وكل حاجة، عندنا كل المعاني دي جوه كل بني آدم فينا. هل ممكن يكون الأزواج دي كلها أو الستات دي كلها ما كانتش بتغير من بعض؟ فخيال الكاتب بيكتب ده إحساس. إحساس يعني الغيرة ده شيء مشروع، ده موجود، ده مخلوق جوانا. أكيد الستات كانت بتغير من بعض، أكيد أكيد كان في حد أفضل عند الخديوي إسماعيل من التاني، أكيد أكيد كان عنده جارية. يعني ده خيال، أنت مش بتمسك على دي وتقول ده حصل ولا ده ما حصل. الوثائقي شيء، وإحنا لم نزيف في تاريخ مصر إطلاقا. إحنا أخذنا حقبة من الوقت الجميل بتاع مصر واتكلمنا فيه بشكل دراماتيكلي. يعني أكتر. لا تقدمي ده على إنها وقائع تاريخية ثابتة، وثائقية على الإطلاق. ده شيء مش وثائقي، ده شيء دراما مستوحاة من قصة حقيقية، اللي هي دراما مستوحاة من فترة تاريخية كانت رائعة في حق مصر، في حقبة من زمن في مصر، اللي هي نهضة مصر، اللي هي لما كانت الناس بتيجي على مصر بيقول دي مصر أحسن من أوروبا. طبعا الخديوي إسماعيل حاول تحويل مصر إلى قطعة من أوروبا، وعمل كده، أنشأ الأوبرا والبرلمان والبريد وعمل حاجات كتير قوي، والقطر وكل حاجات، كل الحاجات اللي احنا عايشين عليها لحد النهاردة هو اللي كان عاملها. ما طلعوش بقى في النهاية الحصيلة بتاع ستات وعايش ما عندوش وقت إلا للستات وصراعات الستات. ما احنا قلنا، احنا قلنا انه ده لما هتلاقيه في الديالوج هتلاقيه بيقول انا عايز حتة من اوروبا تبقى هنا، انا عايز كذا تبقى هنا، انا عايز القطر مش عارف ايه يبقى هنا. انت بتقوله في السياق، لكن لو انا بعملك حاجة وثائقية اقرأ الكتاب بقى، ما تتفرجش على دراما، اقرأ الكتاب. طيب هو طبعا ما فيش شك انه يعني سيظل هذا الجدل محتدما فيما يتعلق بحدود الاستعانه بالخيال. يعني للامانه احنا واحنا بنعمله عارفين، كنت متوقع طبعا ده. كلنا عارفين انه هيطلع البعض، من الاستاذ عمرو عرفه، من الكاتبه، مني، من كل، انا عارفه ان ده